لو أخذنا مفهوم التشابه والتطابق بالحياة العملية غير الأشكال. إذا بتلاحظوا الصورتين، الصورة على اليمين والصورة على اليسار. طيب الصورة على اليمين إيش بنسميها؟ تطابق ولا تشابه؟ تطابق. تمام، الحجم نفسه والشكل نفسه حتى اللباس نفسه متشابهين في كل الأمور، فهون حنسميه تطابق. أما الصورة اليمين لو أخذنا صورة الأولاد فهون في عنا تشابه، بس أما الأحجام مو نفسها. هاي مشان نفرق بين التطابق وبين التشابه. هلا لو جينا على التطابق والتشابه من حيث المثلثات، الأشكال اللي على اليمين تطابق ولا تشابه؟ تشابه. تمام، الشكل نفسه بس الحجم مختلف، هاي بمفهوم بسيط. أما الأشكال أو المثلثات اللي على اليسار فهون في عندنا تطابق، المثلثين اللي رقمين واحد فوق نفس المثلثين بالضبط، وكمان المثلثين تحت باللون الأخضر والأزرق نفسهم بالضبط، فهون في عندنا حالة تطابق. نحن درسنا عن التشابه، التطابق ما لنا فيه، هذا أخذناه بصف الثامن في ثلاث حالات. هلأ كتعريف نقول عن مضلعين مو مثلثين، يعني أي مضلعين شلون ما كانوا، مضلع ثلاثي رباعي خماسي اللي هو. المضلعين بيكونوا متشابهين أيمت؟ إذا كان في عنا قياسات زوايا أحدهما تتساوى مع قياسات زوايا الآخر، يعني كل زاوية في الأول تساوي الزاوية المقابلة في المضلع الآخر. الشرط الثاني تناسبت أطوال الأضلاع الأول مع أطوال الأضلاع الثاني. فإذا في عنا شرطين لحتى يتشابه مضلعين بشكل عام، طبعا بيكون مضلعين بنفس الأضلاع نفس العدد، ما بصير مثلا نقول خماسي ورباعي، بده يكون مضلعين نفس العدد الأضلاع. نقول عن مضلعين أنهما متشابهين إذا تحقق عندنا شرطين، إذا تساوت قياسات زوايا الأول مع قياسات زوايا الثاني، وإذا تناسبت أطوال الأضلاع الأول مع أطوال الأضلاع الثاني. على الشرط الأول أتوقع ما فيه شيء واضح. الشرط الثاني تتناسب الأطوال الأضلاع من الأول مع المقابلة في الآخر. كيف يعني؟ مثلا في عندنا ضلع في المضلع الأول بده يكون بشكل نسبي مع المضلع مع الضلع المقابل له في المضلع الثاني، يساوي نسبة الضلع الثاني مع الضلع الثاني، يساوي نسبة الضلع الثالث مع الضلع الثالث، هيك حتى ننتهي من كل النسب. هاي معناتها تتناسب أطوال الأضلاع الأول مع أطوال الأضلاع الثاني. هاي النسبة راح نسميها نسبة التشابه أو معامل التشابه، كرمز هو رمز كي. الرمز ما بيهمنا كثير، النسبة هاي راح نسميها نسبة التشابه اللي هي نسبة طول الضلع من الأول مع الضلع المقابل في الثاني، راح نسميها نسبة تشابه. فإذا في عندنا شرطين لحتى يتشابه مضلعين، تتساوى قياسات الزوايا الأول مع قياسات الزوايا المقابلة في الآخر، وتتناسب أطوال الأضلاع الأول مع المقابلة لها في المضلع الآخر، وقلنا بنسمي هاي النسب كل منها اسمها نسبة تشابه. كمان في عنا خاصتين ممكن نستعملين في حل المسائل، نسبة محيطي مضلعين متشابهين تساوي نسبة التشابه. يعني أنا عندي مضلعين متشابهين فممكن نقول محيط الأول على محيط الثاني يساوي نسبة تشابه. مين نسبة التشابه؟ هي إحدى النسب من الأول من ضلع من الأول مع ضلع من الثاني. الخاصة الثانية نسبة مساحتي مضلعين متشابهين تساوي مربع نسبة التشابه. طبعا نحن بنحسب المساحة الواحدة إلى بتكون بالتربيع، فراح تكون هون تساوي مربع نسبة التشابه. بعيد الخواص، نسبة محيطي مضلعين متشابهين تساوي نسبة التشابه، يعني المحيط الأول على المحيط الثاني تساوي إحدى نسب التشابه بين المضلعين. نسبة مساحتي مضلعين متشابهين تساوي مربع نسبة التشابه، يعني مساحة الأول على مساحة الثاني تساوي إحدى النسب بين المضلعين للتربيع. هذول خاصتين مستعملين وين؟ في حال كان مطلوب مني حساب محيط أو حساب مساحة مضلع يشابه مضلع آخر وأطوال أضلاعه ما هي موجودة كلها، فمنستعمل هاي الخاصة. مثلا طلب مني حساب محيط مثلث بس ما في عندي غير ضلع منه معلوم، أنا كيف بحسب محيط المثلث؟ بدي أجمع أطوال أضلاعه بس هو ما في عندنا غير ضلع واحد، فممكن نستعمل هاي الخاصة، محيط الأول على محيط الثاني تساوي نسبة التشابه، ومن حل التناسب بيكون فيه المجهول هو المحيط بيطلع عنا القيمة
المطلوبة. بعدين رح نشوف أمثلة نحلها ونفهم الفكرة بشكل أفضل. نتائج من تعريف تشابه المضلات: المثلثان الطابوقان متشابهان. طيب مين بيجاوبني؟ أي أشمل، التطابق ولا التشابه؟ أو أي أدق؟ تاس التطابق. بالضبط، التشابه هو خلينا نقول حالة خاصة من التطابق. إذا كانوا طابوقان فرح يكونوا حصرا متشابهان، أما إذا كانوا متشابهان مو شرط يكونوا طابوقان. مثلا لو أخذنا هذول المثلثين الأحمر والأصفر، هلا هذول متشابهين بس طابوقين؟ لا، لازم يكون الحجم نفسه وقياسات الزوايا نفسها. فإذا مفهوم التطابق أشمل مفهوم التشابه، فرح نقول مثلثان الطابوقان متشابهان، أما العكس غير صحيح. كمان نتيجة ثانية: المثلثان المشابهان لمثلث ثالث متشابهان. مثلا في عندنا مثلثين هون متشابهين وكل واحد منهم يشابه المثلث الأزرق، فرح يكون المثلثين متشابهين. هاي شبيهة في خاصة عن المستقيمات أخذناها من قبل، المستقيمان الموازيان لمستقيم ثالث متوازيان، وهي نفس الصيغة عن التشابه. نتيجة ثالثة: المثلث الطابوق على أحد مثلثين متشابهين يشابه المثلث الآخر. يعني إذا في عندنا ثلاث مثلثات وفي عندنا مثلثين متشابهين وكان في مثلث ثالث يشابه أحد المثلثين، فأكيد رح يشابه المثلث الآخر. بعيد النتائج، المثلثان الطابوقان متشابهان، وقلنا العكس مو شرط يكون صحيح. المثلثان المشابهان لمثلث ثالث متشابهان، المثلث الطابوق على أحد مثلثين متشابهين يشابه المثلث الآخر. راح نتابع. هلا بدنا نشوف إيش يعني مفهوم التقابل بين الزوايا وبين الأضلاع، بين مثلث ومثلث آخر. مفهوم التقابل بيعني إنه نشوف مين الزاوية اللي بتقابل الزاوية الفلانية. نفس الأمر مع الأضلاع. هلا هون لو جينا على المثلث الأول اللي هو ABC، حطيت الزوايا ثلاثة الـ A والـ B والـ C، مين بيقابل الزاوية A في المثلث الآخر اللي هو مشابه؟ طبعا الزاوية D، لأنه الزاوية A قائمة والزاوية D كمان قائمة. هلا الزاوية B مين مقابلتها؟ راح تكون نفس وضعية الـ B، طبعا هي الزاوية E، الـ B بتقابلها E. مين تبقى للزاوية C؟ ظل الزاوية C الزاوية F. فهي مع هي عبارة عن كل زاوية مع مقابلتها في المثلث الآخر. هي بالنسبة لتقابل الزوايا، كل زاوية مع الزاوية المقابلة في المثلث المشابه. هلا بدنا نشوف التقابل بس من حيث الأضلاع. هي رح نسميها خوارزمية نسب التشابه. طبعا احنا سمينا نسبة كل ضلع مقابل في المثلث الآخر نسبة تشابه. هون في عندنا خوارزمية أو طريقة لحتى نشكل هاي النسب التشابه. هالقام يطلع لنا كم نسبة بين المثلثين؟ ثلاثة. ثلاث نسب. طالما عندي ثلاث أضلاع معناته بيطلع لنا ثلاث نسب من نسب التشابه. لو أخذنا الضلع AC مين مقابله؟ DF. DF. فراح نقول AC على DF، هاي أول نسبة تشابه، تساوي، لا طبعا النسب كلها متساوي، تساوي نسبة AB على DE، على DE، وتساوي النسبة الثالثة BC على FE. هاي هي نسب التشابه. طبعا شلون مشكلة؟ اني حط رؤوس المثلث الاول وتحت رؤوس المثلث المقابلة في المثلث الاخر، وبناخذ بالترتيب مثل ما شايفين هون، ناخذ AB على مقابله DE يساوي BC على EF ويساوي RC على DF. هاي ثلاث نسب، كل واحدة مني بنسميها نسبة تشابه. في حال ما عرفت لاقي الضلع مع الضلع المقابل، باخذ رؤوس المتقابلة بين المثلثين وبشكل ثلاث نسب تشابه. المهم نستعملها بعدين في حل المسائل عن تشابه المثلثات. فإذا بأخذ أول شيء رؤوس المثلث الأول اللي هي A و B و C، المقابل للزاوية A هي الزاوية D لأن تنتين زاويات قائمات، والمقابل للزاوية E هي الزاوية B، والمقابل للزاوية C هي الزاوية F. فصار في عنا ثلاث رؤوس بتقابلها تحت ثلاث رؤوس.
بنشكل ثلاث نسب A B على D E يساوي B C على E F ويساوي A C على D F. هاي هي نسب التشابه بين المثلثين.